طب احنا ان شاء الله ربنا باذن الله يكتب لنا رؤيه وجهه الكريم ان شاء الله. ان شاء الله، بس على انه ايه؟ لا تدركه الابصار، دي قاعده. اصل تدرك ما هي غير ترى. وهنفضل كده برضه؟ اه طبعا. اصل الايه مطلقه يا محمد، لا تدركه. احنا في دماغنا ان احنا ربنا هيتجلى كده واحنا نقعد ننظر. في دماغك ايه بقى؟ اوقف زي ما كنا بنقول، هل له يد، يده ليس كمثله شيء. يوم يكشف عن ساق، فاكر الهبل بتاع قال لك يكشف الله عن ساقه؟ ده عبط. ايوه. وانا اسال الله تبارك وتعالى لمن فسر هذا التفسير ان يغفر الله له. ولا تصنع على عيني، الله له عين ولكن ليست كعين البشر. العين هنا، العين هنا القدره، الرعايه والقدره، مش كده؟ ايوه، اطلاق، لفظ اطلاقي في المجاز. ده الكلام ده، الكلام ده دكتور محمد، العقيده يا محمد عايزه في مراجعه كبيره جدا. العقيده عايزه مراجعه. احنا بنقول ان احنا بنثبت لله تبارك وتعالى ما اثبته الله لنفسه من العين واليد لا لا، العين واليد، اليد القدره، يد الله فوق. إن لم تفسرها القدرة فأنت أخطأت في حق نفسك وفي حق الله تبارك وتعالى. اليد يا سيدي الفاضل، العرب تكلموا في اليد بمعنى القدرة لعلمك قبل القرآن. لأبيك يد عليك، أبوك حاطط إيده على إيدك، يعني إيه؟ يعني أبوك حاطط إيده عليك، يعني إيه باللغة؟ ها، يد هنا يعني إيه؟ لأبيك يد عليك، يعني إيه؟ قال اختاروا ما في يمين ربي وكيل. يا اخي رد عليا الاول يا محمد، ما تطلعش انت، بتطلع بتعمل زيهم. لا طب بس اصل لابيك يد عليك، ابو له فضل عليك. بس اليد هنا اهي، ما انا تجاوزتها لاني فهمتها، لكن انا لا، الناس عايزه تفهم. طب انا محتاج افهم مساله اختاروا ما في يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. ايه محمد ما تخشش في المواضيع دي، ما انت تعمل زيهم برضه. طيب يا دكتور محمد، في امور الكلام فيها انا بعتبره نوع من انواع الهبل. واحد اهبل بيتكلم، ما ينفعش. طيب في مساله، من قال ان لله يدي؟ ها، من قال الحديث بتاع اللبن تختار؟ ها، ما هو فين الحديث ايه ده؟ اختاروا ما في يمين ربي وكيل. يا راجل حرام عليك، ده كل ده كلام غير وارد يا محمد. انت هتعمل، ما هو الموضوع ده كتابه بربع جنيه زمان، ده اللي كان دلوقتي بقى باتنين جنيه مش عارف ولا ايه، كان بيتباع بربع جنيه. انا كنت بقلق من انه في الاسراء والعروج ده كان الراجل ده بيبيع له مثلا مليون نسخه. حديث ابن عباس اسمه مشهور كده عند العامه، الاسراء والمعراج، روايه ابن عباس، ان البراق قال له ما يركبش، لا قال له ده انت عارف مين، قال له طب يضمن لي الشفاعه، طب اركب. الكلام ده كله هو اللي عبط الناس كده. طيب في مساله الرؤيا يا دكتور محمد، في حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم حجب عنهم في صلاه الصبح وقال اتاني ربي في احسن صور. احنا وزلنا في فلك الرؤيا، حضرتك قلت الوقت نور ان يرى او ان اراه، وتكلمت فضلتك في مساله الادراك، وتكلمت بان احنا ان شاء الله اسال الله تبارك وتعالى ان يمن علينا برؤيته كما اراد، إيه ان هو نور ان يرى، هتفضل المساله كده. طيب مساله اتاني ربي في احسن صوره، انت عايز بقى اقول ايه؟ عايز برضو الكنه برضو، يعني انت عايز تفهمني؟ انا مش عايز والله، لا لا استنى بس، انا مش عايز عليك. أيوة. ان احنا لو ان للمساله دي تمثيل، يبقى لو في مصور كان راح لقيت له صوره، كانت طلعت له صوره. ما انا عايزك بص بقى، من هنا يبدا البحث. فوضع يديه على، خليني في الصوره وبعدين هنجد الايدين تاني. دلوقتي انت بتقول الحديث بيقول ايه؟ اتاني رب الليله في احسن صوره. ايوه خلاص. ايوه، هذا نوع من انواع المجاز. يعني لو في مصور حتى احسست ببرد اصبعي في ثديي، ما هو ده الكلام، ما هو كل الكلام ده في المجاز يا جماعه. ما ي... لا بص، احنا معاك واحده واحده. كل ما تيجي كلمه الله او رب العالمين ليس كمثله شيء. جميل، معاك لغايه كده. طب ما حضرتك اكمل. اتاني ربي في احسن صوره، كمل الحديث بقى كده. هتلاقيه الصوره هنا اللي هي معطيات الله. هذا مجاز عن معطيات الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. هو اخص حاجه في ليله العروج ايه؟ فرض الصلاه. حد بيتكلم فيها؟ محدش بيتكلم فيها. اخص شيء في ليله العروج، وانا يعني مش عايز اقول كلام يعني يحاسبني عليه الله، ان الصحابه ما عملوش اللي احنا عاملينه ده. ايوه طبعا، ما سمعناش الكلام ده، احنا لسه لغايه دلوقتي بنناقش في الثمان ساعات بعد ما انت عندك الطياره اللي اخترقت سرعه الصوت. انت بتتكلم في ايه؟ انت الفاعل هو الله، الله خالق الزمن، فلما يكون الله ما يبقاش في زمن. انما امره، يعني كل
قضية الإسراء والعروج دي كلها كن فيكون خلص. ده 8 ساعات ده يعني أنا إن أنا أكلمك في 8 ساعات ده كتير، ده فاعل، ده فاعل عادي. أيوة طبعا. مش الله رب العالمين. كذلك كل الأحاديث إن صحت حكاية أتاني ربي في أحسن صورة يد الله، أولا حديث يعني اعتبار أن الساق ساق الله في الآية ده كلام غير أنا غير موافق عليه، وكل العقلاء من المفسرين رفضوه. يوم يكشف عن ساق ده تعبير عند العرب انك انت لما بتكون في حاجه مهمه بترفع طمه يعني بترفع عشان تجري تفسرها فاذا جاءت الطم بس ساقك انت يوم يكشف يعني كل واحد يكشف عن ساقه. القضيه فاكر لما قلت لك ان الكلمه القرانيه ابتلاء؟ طبعا الموضوع ده ابتلاء في العقيده. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده ايوه ابتلاء في العقيده، لان مين هيسكت؟ مين هيقعد يناقش؟ من هيضل فيها؟ من هيهتدي؟ ده في ناس بقى بتاخدها سبيل للضلال. يقول لك حديث الشيخ فلان خلاني يا عم ضل، انت بتهددني. يعني حد كلمني الشيخ فلان واسم شيخ كويس، ناس من الشيوخ المحترمين. ده كده انا هضل، قلت له يا عم ضل انت بتهددني. ما تضل انت، يعني لما تضل الشيخ فلان هيتاذي. ما هو ده يعني اللي انا اللي الناس مش فاهماه، ان في اساليب تهديد في الاسئله. فضلتك قلت لي قبل الحلقه اسال كيف ما تشاء في اسال. مسألة رؤية الله تبارك وتعالى أثرت في نفس الشجون في مسائل عدة بقى. اتفضل. ممكن أسأل فضلتك في بعض المسائل اللي هي زي مثلا مسألة الجهة بالنسبة لله تبارك وتعالى. أنهي جهة؟ في بعض الناس تكلمت في إن جهة الله تبارك وتعالى جهة علو. كل ده كلام غلط يا محمد.